شخصية ديكستر واحدة من أعمق وأذكى الشخصيات اللي هتمر عليك. السلام عليكم، أهلا بكم في شادو ميديا، معكم كريم طارق، وحلقة جديدة هنتكلم فيها إن شاء الله عن مسلسل ديكستر بدون حرق والتقييم النهائي للمسلسل. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة، يا ريت اللي مش مشترك ينزل يشترك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا. شخصية ديكستر واحد من أعمق وأذكى الشخصيات اللي هتمر عليك بشكل عام، فهو شخص عادي يعمل كمحلل للدم في شرطة ميامي، ومتميز جدا في عمله ومحبوب جدا بين أصدقائه في العمل. ديكستر أول ما تشوفه أول انطباع ليه أنه هو شخص محبوب، ذكي، حبوب اجتماعي، محبوب بين الناس، شخصية لطيفة مسالمة مستحيل تشك فيها أنه هو يعني يقتل نملة. فطبيعي هيكون مستحيل انك تشك فيه انه هو شخصية عنيفة للدرجة دي، لكن في الحقيقة ديكستر سفاح، ومش اي سفاح، لا ده من اذكى السفاحين اللي هتشوفهم على الشاشة. فمستحيل يسيب اثر للجريمة، مستحيل يسيب اي دليل ادانة ضده ابدا، وده مهارته في استخدام السكاكين وذكائه، وعنده قانون ماشي بيه، وهو بيقتل الهاربين من القانون بس، الناس اللي تستحق القتل بس بتفلت من العقاب. القانون اللي عنده ده جه ازاي بقى؟ ده لغز كبير هيتحل في المسلسل. ايه اللي بيميز المسلسل عن باقي المسلسلات النوعية دي بقى؟ فعلى مدار 8 مواسم هتعيش مع شخصيته لحظة بلحظة، هتتابع التطور بتاع الشخصية مع الطابع الدرامي والاحداث التشويقية الرهيبة والاحداث المفاجئة العميقة الغير متوقعة اللي هتخليك كده مبهور بجمال الاحداث ومجمال القصة اللي بتدور قدامك، ده غير الحوارات الرهيبة والحوارات الداخلية اللي في الشخصية نفسها بينه وبين الشخص التاني اللي هو جزء النص التاني منه اللي هو السفاح، حوارات رهيبة بصراحة. أول موسم هيبدأ معاك بداية عادية، مش هتبقى أنت مشدود له قوي، لكن من نص الموسم هتبدأ بقى المتعة والإثارة لدرجة اللي أنت ممكن المواسم هتتكرر معاك كده بسرعة، فالأحداث هتاخد منحنى سريع جدا في الإثارة، الأحداث هتبقى تحفة وشيقة جدا وعالية جدا في الأداء بقى لما ديكستر هيقرر ان هو يبني حياة شخصية ليه، يبني عيلة بقى ويبقى ليه شخصية تانية خالص غير شخصية السفاح، بعد ما كان منطوي مع نفسه يا دوبك بس محبوب في العمل وبيصدر وش المحبوب والاجتماعي وكده، ولكن هو كان حياته الشخصية كان انطوائي، فلما قرر بقى يبني عيلة ويتفتح ويبقى مش انطوائي، هنا بقى تبدأ الإثارة الكبيرة جدا في المسلسل، فتبدأ بقى ان هو عايش حياتين، حياة طبيعية زي اي حد وحياة السفاح بالليل، فده بيصعب الأحداث جدا وبيضيف تحديات كبيرة جدا للشخصية، وده كله طبعا غير الأبطال الأشرار اللي بيظهرهم اللي بمنتهى الذكاء والدهاء، وده من أكتر المسلسلات اللي فيه الأشرار فيه أذكياء جدا، فمدي إثارة وحلاوة ومتعة جدا للمسلسل. مايكل هول مؤدي شخصية ديكستر يستحق الإشادة الكاملة والعلامة الكاملة جدا على أدائه، فأدى الشخصية كاريزمية رهيبة جدا جدا بصراحة، يعني فوق الوصف. من مميزات المسلسل هو أداؤه فعلا وحضوره وجاذبيته والأكسنت بتاعته حتى كمان، ده غير الانترو بتاع المسلسل حاجة فوق الوصف، أتحداك إنك هتجري الانترو في حلقة واحدة بس، هتشوف كل حلقة هتشوف فيها الانترو بتاع المسلسل من جمال. تقييمي للمسلسل 9/10. وكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم والفكره عجبتكم، وان شاء الله هكررها في مسلسلات كتيره، هتكلم نبذه بسيطه كده من غير حرق على المسلسلات وتقييمي للمسلسلات، وبعدين نبقى نعمل حلقه كامله بقى بحرق بالتفاصيل بكله عن المسلسل. يا ريت لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك وشير، ولو مش مشترك انزل اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وانتظروا مفاجاه جديده ما اظنش ان حد عملها قبل كده، وسلسله جديده هتبقى على القناه، هتبقى كل خميس الساعة 7 ان شاء الله، وغالبا هتبقى اول حلقة فيها او الانترو بتاعها الاسبوع ده، فانتظروا ان السلسلة جديدة ومختلفة وهتفيدكم جدا جدا ان شاء الله، واشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله.